صباح الخير وصباح الأنوار عليكم. نتمنى كتدوزوا يوم بصحة وبسلامة وبعافية دائما يا ربي. سمحوا لي انا بلا توني ديال السبور، فقلت قبل ما نمشي ندير لا سيونس ديالي نتقاسم معكم، ما حدني مفكره ما حدني لاقي الوقت نتقاسم معكم مكملات. حتى طالب العديد منكم في التعاليق المكملات الغذائيه اللي كنستعمل لصحه الشعر. بالنسبه فيما يخص كل ما يخص العنايه بالشعر، سواء التساقط، طويل الشعر، لمعان، صحه الحيويه الشعر، انا بالنسبه ليا كاين ثلاثه ديال الانواع وثلاثه ديال الاقسام وثلاثه ديال لي بيدجي في العنايه بالشعر. النوع الاول هو اللي كيتبازا على الاعشاب، الاعشاب الطبيعيه او الاعشاب المستوحات اللي كمعروفه عندنا في الطب الشعبي ديالنا، في الطب الطبيعي ديالنا كمغاربه، او الاعشاب الايروفيديا اللي جايه اللي من الهند، بحال الاملا، بحال البراهمي، بحال النيم. وراكم عارفين صحات وسميتو صحه وطول الشعر ديال الهنديات. اذا هذا هو النوع الاول، او سواء الاعشاب او سواء الزيوت، هادو كلهم اشياء طبيعيه في المتناول. نقدروا نستعملوها، تقدر تستعملها اي وحده لصحه وتحصل على الشعر الجميل اللي كتقلب عليه. هذا بالنسبه ليا الكاتيجوري الاولى. النوع الثاني اللي كيتبازا على لي كومبليمون اليمونتير او المكملات الغذائيه، اللي هو نوع اخر من تا هو من البيجي، نقدروا نقولوا بيجي مويا، اللي كنستعملوهم باش كذلك كنقلبوا على صحه الشعر ومنع التساقط وكاع الامور الايجابيه اللي كتعلق بالشعر، خصوصا ملي كنكونوا خارجين من فتره مرض، فتره ستريس كبير، فتره نقاهه او فقدان اي حاجه فيها ستريس كتاثر عليا، او فتره امتحانات، فتره رضاعه. المهم هذا النوع الثاني بالنسبه لي. النوع الثالث اللي هو ان بيجي تري زيلفي، اللي غاليين شويه، اللي ولاو مؤخرا معروفين ولكن ما كان ماشي حنا اللي كنقوم بهم، يعني ماشي المراه اللي كتقوم بها، خص كنهضرنا على المراه والرجل، خص ضروري تمشيو عند طبيب جميل او طبيب جلديه، طبيب درماتولوج هو اللي تيقوم بهم. كاين واحد مجموعه من البروتوكولات او مجموعه من الابر اللي كدار في الشعر كذلك اللي معروفه، ولكن الكوتي انكونفينيون ديالها هي انها غاليه. دونك هذا بالنسبه ليا انا البيجي الثالث او المستوى الثالث او النوع الثالث من الاشياء اللي ممكن نستعملوها في العنايه بالشعر. الوغ النوع الاول اللي متبازي على الاعشاب الاعشاب الايروفيديه، راه كنت قاسمت معكم شحال من حاجه في القناه ممكن تشوفوها، لان هذوك الماسكات اللي كنستعملهم انا شخصيا كنديرهم حتى انا، لان انا كنبغي كل ما هو طبيعي. النوع الثاني اللي هو المكملات الغذائيه هو اللي غنهضر لكم عليه اليوم باش نحاول ما نطولش، في فيديو مقبل نقدر نهضر لكم على النوع الثالث اللي هما لي روتين او لي ميديكامون اللي كنقدروا نستعملو عن طبيب اخصائي اللي كيديرهم تيقوم تيحقنهم لنا في الشعر دائما في اطار علاج فروه الراس، تحفيز نمو الشعر، الحصول على اللمعان والحيويه ديال الشعر. دونك اليوم غنهضر فقط على المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه غنبدا لكم للاسف غنبدا لكم تب الأسوأ حاجة، يعني واحد مكملين، لأن كاين اللي لحتو كاين اللي مازال عندي هنا، بغيت نوريهم لكم أنا كتجربتي الشخصية استعملتهم. كاين واحد ما مضرني وكاين واحد ما دار حتى شي حاجة، فبالنسبة ليا بلا ما تضيعوا عبدتكم معكم باش ما تضيعوش فلوسكم فيه، هادشي علاش نتقاسمو معكم. غنبدا لكم بالأسوأ ومن بعد غنمشي لكم المكملات اللي استعملتها لقيت عليها نتيجة كاينه نتيجه. ولكن اولا تفاهموا، نعطيكم السر على واحد الحاجه، الى اي واحد عنده مشكل في التساقط ومشكل في اللمعان ومشكل في الحيويه ومشكل في فروه الراس، في الجلده عنده، الى ما تعالش السبب اللي يعني الجدر ديال المشكل ما تعالش،
راه واخا شنو ما ديروا راه ما تيعطيش نتيجه. تقدر ينبت الشعر ولكن تيعاود يطيح مباشره. اذا خصني دائما نعالج سبب المشكل. راه كنت قلتها في شحال من فيديو ملي كنت كنهضر على الشعر، خص ضروري تعالج جدر المشكل، سبب المشكل. بحال مثلا عندي مشكل في الغده الدرقيه، خصني نعالج هذا المشكل عاد ندير مكمل. عندي مشكل في جرثومه المعده، خصني نتعالج من جرثومه المعده. عندي مشكل الامتصاص، يعني شنو ما كناخذ الجسم ما كيستافدش، خصني نعالج مشكل الامتصاص. عندي مشكل ستريس اللي هو فظيع، ستريس مزمن، خصني كاين مكملات او كاين اشياء اللي ممكن نعتمدها باش كنتكالما وتنحفز. المهم كنولي انسان عادي باش نقدر ندير مكملات اللي تعطي النتيجه المرجوه. ما بغيتش ندخل بالتفصيل في ستريس داكشي علاش. اذا حاولوا تعالج جذر المشكل، اساس المشكل، باش المكملات الطبيعيه او اي حاجه كتستعملوها لشعركم تعطيكم نتيجه. ومن بين المشاكل كذلك اللي ما شرطش ليها اللي هو فقر الدم. اللي تيكون فقر الدم فظيع حتى هو ما كنلقاوش نتيجه، كتكون ديك الدوامه لو سيركل فيسيو ديال واخا شنو ما ندير ما تتعال ما تعطينيش نتيجه، لان فقر الدم صراحه ماشي حاجه سهله. ولكن كاين العلاج، وكاين العلاج باشياء طبيعيه صراحه. كنهضر لكم عن تجربه. اذا غنبدا لكم باش ما نطولش، نبدا لكم بهاد المكملات. المهم اكفس نوع واخيب مكمل استعملته للشعر هو هذا. انا بالنسبه ليا كنت جربت برايورين، كان سبب ليا مشكل اسم باردون امساك مزمن، كان سبب ليا انتفاخ، سبب ليا زياده في الوزن، بخلي واحد لانكونفور انتستينال. وتنقول اش كاين مالي، كنقول لك ماما فقر الدم ياك مالا عندي امساك جربت صيام متقطع، جربت كنقد ماكلتي والو. ملي مشيت كنقلب مزيان كنحبش في المكونات، لقيت ان فيه اكستري دو بلي، يعني فيه القمح، يعني الجلوتين، وانا الجلوتين ما تيصلحش ليا. الا كليت الجلوتين بحال الخبز كناكل شويه، ولكن كناكل قمح كامل ماشي نامبورت كوا صراحه. وطبعا انا اصلا ناقصه بزاف الجلوتين، ما نقولكوش ما كناكلش الخبز، كناكل الخبز ولكن كنقص منه، ماشي يوميا يوميا وماشي فطور وغدا وعشاء لا، وكناخذ قمح كامل. اذا هذا انا بالنسبه ليا على بوبيل حاجاكم، ما دار ليا حتى شي حاجه، بالعكس سبب ليا مشاكل وتساقط الشعره ما كثر. بالاضافه وليت كنحس راسي غنقول لكم ما واحد لانكونفور انتستينال فظيع يوميا. ملي قطعته عاد ورجعت لعادتي الغذائيه السليمه عاد ارتحت. دونك هذا على بوبيل. واحد المكمل تاني اللي دار ضجه وانا بالنسبه ليا ما يستاهلش فلوسه وما دار ليا حتى شي حاجه، اون بليس دو سا جي با سوبورتي دو تو لو سوكر، انا سوبورت با لو سوكر، اللي هو هذا لاشيلي بيوتي من جود هير من لاشيلي بيوتي. حتى هذا هانتوما شوفوا الكبسوله كي مازال عامره، ما تحملتش ديجا المذاق باش نتناول سكريات يوميا يوميا يوميا، كوميم فيه ان سيغتان نيفو دو سوكر، وما تحملتش لي غاميز وما عجبنيش وجابني مدى نتيجه، وانا نقطعو وصافي حتى هذا غنلوح. دونك هادو هما اللي بالنسبه لي اسوا اللي استعملت، كاين وحدين اخرين ولكن راه ديجا لحتهم. دونك هادو انا كنتقاسم معكم باش ما نضيعوش فلوسكم فيهم. ندوز دابا للمكملات اللي استعملتهم وعطاوني نتيجه، لان انا كنبدل، راه ماشي ديما كنستعمل نفس المكمل، كندير مكمل كيتقاضى كنعاود نبدل وهكذا. ذلك المكمل اللي كنعتمدو ماشي غير الشعر، ماشي غير تطويل الشعر وما كذلك، صحه الاظافر، صحه البشره، بون ريزولطا ميم سور لا بو، وكذلك لصحه العظام، لان مع السبور مع التقدم باردون سمحوا لي انا نكمل. بالنسبه للكولاجين اللي هو مكمل الكولاجين، راه كنت هضرت لكم عليه، هذا راه الادرولزايد مارين كولاجين بيبتيد، يعني كولاجين بودغ، راه تيكون حتى دي جولول، ولكن اللي كيتمتص بسرعه من طرف الجسم هو لا بودغ. هذا حتى هو كنستعملو يوميا. غير للاشاره فقط، الكولاجين من الاحسن
خدوه مع عصير الليمون. انا كناخده يوميا، كندير كنعصر بون ليمونه وكنعصر نص حامضه وكندير لا سميتو المعلقه وكنخلطو مزيان وكنشرب يوميا واحد الكاس، لانه فيتامين سي كيساعد كذلك على امتصاص الكولاجين مزيان. او تقدروا ديروا في العصير ديالكم السموثي ديالكم او اي خليط يومي ديالكم كتاخذوه تذوبوا فيه المعلقه ديال الكولاجين وتاخذوها. لقيت نتيجه بالنسبه للتطويل، بالنسبه للاظافر كيطوالوا بسرعه، انا راه كنقصهم ديما طول الطون كنقصهم. تطويل الاظافر طول الشعر كاينه النتيجه كيطوالوا بسرعه. المكمل كذلك اللي كناخذ اللي هو فوركابيل، راه كنت هضرت لكم تاهو على درت فيديو فوركابيل، تاهو كيعطي نتيجه زوينه، فيه العناصر اللي موجوده فيه، العناصر راه كاين في لابواط، العناصر زوينه للشعر، من البيوتين، من فيتامينات، الجروب ديال بي، الزنك، العديد من الفيتامينات اللي مهمه جدا في صحه الشعر. هذه لونسين فورمول وراه بدلو لا فورمول، ها لا فورمول جديده، حيت مشيت ولا فورمول جديده دايره هكذا ها هي. وهذه باش تشجعت وخديت لا فورمول جديده وكنت باغا نبدل انا مساليت هذا سميتو، لانه دايرين حتى بالنسبه المراه اللي خارجه من بيريود دو ستريس او اللي في لا بريمينوبوز، وانا صراحه راني في هذه الفتره. دونك لا بريمينوبوز هذا نوتر سوجي، زعما مو تارد فوقاش ندير لكم فيديو على هذا الموضوع، حتى هو اللي مهم مهم جدا. دونك فوركابيل واخا نبدل كنرجع ليه شحال من مره صراحه. كاين هذا وكاين كذلك هذا، مي هادو كنكوف ليهم، هادو راه كناخذهم دقه واحده. هذا كيراتين فورت من لابوغاتوار بيوسيت، كيراتين تقدروا تلقاوه في دو تخو مارك، انا كنفضل هاد لا مارك بيوسيت جربته عجبني. وكاين اوسي هذا من روني فورتر ويتالفون شوفو كليغ سومي كوز هرمونال ايريديتير، انا حيت عندي كوز هرمونال من بعد نهضر لكم على التفاصيل. هذا كناخذ حبه من هذا وجوج حبات من هادو، هادو كنكوب ليهم في دقه واحده. هادشي راه ما كناخذوش البنات في كلشي في مره، الا راه قلت لكم كندير حاجه ونعاود نساليها ونعاود نمشي لحاجه اخرى. هذا صراحه درتهم بجوج استعملتهم ملي شفت الشعر ديال لا دونتيست ديالي ما شاء الله، عندها 54 56 سنه تقريبا والشعر ديالها واعر، لا من ناحيه زعما الفوليوم، من ناحيه اللمعان، ومن ناحيه وسولتها وقالت لي هادو هما اللي كتكوب لي كديرهم ان كور، كدير ان كور دو 3 موا بجوج. البنات ملي تاخذوا اي مكمل خصكم ديروا ان كور دو 3 موا، دونك حتى هادو سي اون كور اللي تقدروا تادوبتيوها بور بون بور لي شوفو. هذا من روني فورتر وهذا من لابوغاتوار بيوسيت. المكمل الاخر اللي عاوتاني تشجعتو وخديتو باغا نجربو، مازال ما جربتوش، ولكن المكونات ديالو زعما استرعوا انتباهي ولقيت الدكتور بيرج هضر عليه وشكر فيه، خصوصا فيما يخص المراه اللي كتكون كما قلت لكم في مرحله بريمينوبوز ما قبل انقطاع الطمث. ما قبل انقطاع الطمث هذا موضوع اللي قليل اللي لقيت هضرين عليه، درت الابحاث ديالي، قريت شحال من كتاب، عاد فهمت وفهمت لو كور شنو واقع فيه، داكشي باش متشوقه ندير لكم فيديو عليه. دونك خديت المكمل كومونديت ديال الدكتور بيرج هير فورمولا، وفيه مكونات اللي عمري ما لقيتهم في مكون اخر، وزعما شكر فيهم الدكتور بيرج بالنسبه لل عندهم واحد الجانب ايجابي على الهرمونات اللي فيهم. نعطيكم مثال، كاين الكوريان جينسين وكاين الهورس فيل باودر وكاين سوبوميلاتو، هادو مكونات، وكاين الكوبر اللي هو النحاس وكيانسيستيو على النحاس. هذا ناس انا خديته لان كما قلت لكم المشكل اللي عندي، انا المشكل اللي عندي مشكل هرموني، خديته وكنثق في الدكتور بيرج، كنثق داكشي اللي كيقول، لان شحال من حاجه قالها وجربتها شحال من مره وعطات نتيجه صراحه
فهذا اللي زعما البروشان غادي يكون الهير فورمولا ان شاء الله. دونك كاين هادو، كاين بالنسبه للبنات اللي في فرنسا، باردون راه مش ديالي مورايا تيهوت ديزولي، كاين واحد الاوسي المكمل اللي تاهو استعملته شحال من مره وغزال، ما نقدرش نقول العكس، اللي هو افلوفيوم من لابوغاتوار ان اش سي او. هاد لابوغاتوار ان اش سي او صراحه انا كناخذ منهم العيد من مكملات بحال الزنك، ما كنبدلش من عندهم المغنيسيوم، ما كنبدلش من عندهم. كاين واحد عندهم اوسي مكملات فيهم ملتي فيتامين، ما كنبدلوش من عندهم. عندهم مجموعه من لي برودوي اللي غزالين وخديتهم زعما سنوات ما كنبدلهمش. وكاين كذلك كما قلت لكم افليفيوم اللي خاص مكون مكمل خاص كذلك من الشعر اللي تقدروا كذلك تاخذوا منهم. دونك هادو هما المكملات اللي تقاسمت معكم اللي تقدروا تاخذوهم وانتم زعما مرتاحين، لانه كيعطيو نتيجه، جربتهم وعطاو نتيجه. هذا ديال دكتور بيرج يلا غنجربو، ولكن اثق في الدكتور بيرج صراحه. هذا كل ما يخص الشعر، حاولت ما نطولش باش نهضر لكم على المكملات. الفيديو الجاي الا بغيتو او ملي نمشي ندير الاجراء ديال لي زانجيكسيون نتقاسمو معكم، نهضر لكم كذلك عليه بالنسبه اللي بغاو يعرفوا شنو كاين الجديد في الحوايج اللي كتهم العنايه بالشعر. هذا هو فيديو ديال اليوم، نتمنى لكم الصحه والسلامه.